إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ينبئنا أن هناك فتنة لم يكن هناك من فتنة أخطر منها على وجه الأرض منذ أن خلق الله آدم وإلى يوم القيامة. هذه الفتنة، معنى فتنة يعني امتحان، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. الإنسان قد يفتن ينسى دينه، ينسى آخرته، ينسى ربه، ينسى طاعة ربه، ينسى سر وجوده، ينسى أنه خلق لعمل صالح، فتن فيسعى إلى المتعة وإلى الشهوة وإلى الراحة وإلى العلو في الأرض. الفتنة أن تتحرك لغير ما خلقت. يقول الدجال أنا ربكم، يقول أنا ربكم، يعني يجب أن يعامل كإله. ولا ترون ربكم حتى تموتوا، يقول عليه الصلاة والسلام، ليس ربكم، ما دمت تراه فهو ليس إلها، إن الله جل جلاله لا تدركه الأبصار. ما دام يدعي أنه إله وتراه بعينك فليس إلها. يعني حينما تعامل جهة تخاف منها خوفا شديدا تعاملها كما لو أنها إله، فهذا معنى أن الدجال يقول أنا ربكم. ويقول عليه الصلاة والسلام ولا ترون ربكم حتى تموتوا. يعني أول فتنة أنك تتوهم أن الخير كله بيده وأن الشر كله بيده، وأن طاعته جنة وأن معصيته نار، وأن الدنيا بيده يعطيها لمن يشاء ويحرمها لمن يشاء، وأن حياتك متوقفة على رضائه عنك، فإذا غضب افقدك الحياة. إذا تعاملت مع جهة قوية في الحياة هذا التعامل، فكأنه يقول أنا ربك ولو كان بشرا مثلك. هذا الحديث يحتاج إلى شرح طويل، أن العالم مبتلى الآن بجهات قوية جدا في بلاد الغرب، يعني حتى المسلمون يتوهمون لضعف إيمانهم أن هذه الدولة القوية تفعل ما تريد، يعني رضاها جنة وغضبها نار، يمكن أن تميت شعبا بأكمله وقد يكون معك الدليل على ذلك، ويمكن أن ترفع شعبا إلى الأوش. فحينما تعتقد أن في الأرض جهة بيدها كل شيء، بيدها الدنيا، لها أن تعطي ولها أن تمنع، تشقي وتسعد، ترفع وتخفض، ولضعف إيمان الإنسان يعاملها كرب أو كإله، هذا هو الأعور الدجال. يعني هل هناك من إنسان له فضل عليك أشد من الأب؟ قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، العبادة لله وحده والإحسان للوالدين. فحينما تتجه إلى أن تعبد إنسانا من دون الله فهذا عين الشرك، يعني أن تعبده أن تطيعه طاعة عمياء، وأن تحبه محبة شديدة، وأن تتوهم أن الخير كله برضاه.
وأن الشر كله بغضبه، وأن عطاءه جنة وأن منعه نار، وأن الأمر كله بيده. هناك شعوب كثيرة وكثيرة في شرق الأرض وغربها تتعامل مع الأقوياء هكذا وكأنه ربها. قال يقول أنا ربكم، يعني يطلب من الناس أن يعامل كإله. في تصريح لرئيس أمريكي بيقول نحن أصبحت سياستنا الخارجية كسياستنا الداخلية، بيعطي أمر فقط إلى أي جهة في العالم يجب أن تنفذ وإلا تحاصر. وقد ترى شعبا حوصر وذاق ألوان العذاب وألوان الجوع وألوان التنكيل، هذه فتنة كبيرة جدا. والله الذي لا إله إلا هو، وأنا في بلاد الغرب قلت في محاضرة، إذا رسمت دولة قوية خطة لصالحها على حساب شعوب الأرض ونجحت هذه الخطة على الأمد الطويل فإن نجاحها يتناقض مع وجود الله، مستحيل. بس نحن في فتنة الآن. هلأ إذا واحد أخذ كرت أخضر، بطاقة خضراء، جرين كارت، كأنه ملك الدنيا، يهنئه كل إنسان. إذا سمح لك أن تطأ بقدميك أرضها، سمح لك أن تطأ بقدميك أرضها وكأنك تدخل الجنة، وإذا لم يسمح لك فأنت محروم. أنا لا أتكلم من فراغ أبدا، أنا أعتقد أن طموح الناس في الخمس قارات أن ينالوا سمة الدخول إلى هذه البلاد في الخمس قارات، وأن حلم كل إنسان أن يعيش هناك. وهذه أكبر فتنة سأتيكم بالتفاصيل. يقول أنا ربكم، أبدا يحاسبك حسابا كما يحاسبك الرب، على الكلمة، على الإشارة، على أي تصريح غير صحيح تحرم من الدخول. طبعا أنا لا أعين جهة معينة، أي جهة قوية تفعل ما تقول ومن ضعف إيمان الناس يتوهمون أن الجنة بيدها وأن النار بيدها وأن رضاها جنة وأن غضبها هو النار. يعني لا يقبل إلا أن تعامله كإله كرب، يجب أن تنفذ أوامره تنفيذا أعمى، يجب ألا تعترض، ألا تسأل، ألا تناقش، ألا تبحث، طاعة عمياء. يعني تستغرب دولة قوية في أوروبا يعني تتحدى الحصار وترسل طائرة، شو الهيمنة هي؟ الدولة القوية جدا ممنوع أن تصل طائرة إلى هذا البلد، إلى بلد محاصر. دولة في أوروبا تتجرأ وترسل طائرة معونات. فالقصد يقول أنا ربكم، يعني يجب أن تعاملوه كإله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يكيل بمكيالين وبعدة مكاييل. يعني بلد يكتسح بلدا ويقتل مئات الألوف يقال شأن داخلي، بلد آخر ينفصل عن بلد فالبلد الأصلي يرجعه إلى حضيرته يقال حقوق الإنسان، مرة حقوق إنسان ومرة شأن داخلي ومرة، ولا أحد يحاسبه. يقول أنا ربكم، قال وإنه أعور، معنى أعور أنه ينظر إلى الدنيا فقط، فقط الآخرة ساقطة من حسابه، الشهوة، المتعة، الطعام، البيت، الراحة، الرفاه، لا يرى إلا الدنيا، أعور. قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني في الدنيا في تفوق لا يوصف، أما في أمور الآخرة
يعني الآن تعريف الزواج الحديث، بعد 20 يوم هناك مسيرات في كل أنحاء العالم من أجل محاربة التمييز ضد المرأة. يعني يجب أن نعتقد كما يعتقدون أن الزواج عقد بين شخصين، دققوا، بين شخصين لا بين رجل وامرأة. يجب أن يفرضوا قيمهم على العالم كله. قبل أيام زار وفد سياحي تركيا، والوفد من الشواذ، فمنع من دخول قلعة، فيأتي مسؤول كبير في الحكومة التركية ليعتذر من هذا الوفد، وهو وفد مثلي الجنس، إنسان حكمه في الإسلام القتل، يعتذر منه ويفتخر. بلدة في أمريكا، سان فرانسيسكو، 75% من سكانها شواذ، ما لمحت إلا طفلا واحدا طوال اليوم. يعني الشذوذ معترف به. يعني من الذي يستحق الجنسية الكندية؟ شيء لا يصدق. شاب تزوج فتاة كندية، أو شريك جنسي لشاب كندي، لا يرون إلا الدنيا. طبيب بالشام له ابن بأمريكا، فأرسل له الابن أن عقد قراني يوم كذا، وهو يعتقد أن الأب لن يزوره بهذه المناسبة، ففوجئ الابن أن أباه جاء في الوقت المناسب ليزوره، لكن الأب فوجئ أن ابنه ليس هو الزوج، هو الزوجة. وقع مغشيا عليه وقد أصيب بأزمة قلبية. أبوه طبيب كبير، طلع ابنه زوجة. هو العقد بين شخصين، الزواج عقد بين شخصين لا بين رجل وامرأة. أنا أوضح لكم، الأعور الدجال، أعور، يرى الدنيا فقط ولا يرى الآخرة. يعني أنا ما رأيت المرأة محتقرة في مجتمع كما هي محتقرة في مجتمع الغرب، سلعة فقط، سلعة. وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. يعني الله عز وجل خلقنا للآخرة. أنا أتمنى على كل أخ أن يوازن لا بين دنيا ودنيا، فقد يوازن بين بلد نام وبين بلد متقدم، يجد البون شاسع جدا. ينبغي أن توازن بين الدنيا والآخرة. فأي مكان فيه طريق إلى آخرتك يجب أن تسلكه، أي مكان فيه الطريق سالكة إلى آخرتك يجب أن تسلكه. والله أيها الإخوة، في زيارتي الأخيرة لأمريكا، يعني صدقوا، عدة أشخاص وهم أعلام في المجتمع هناك، أطباء كبار، يحدثني أحدهم وهو يبكي، ابنته أحبت يهوديا، قالت لي أم ابنتي تحب الرقص وابني ملحد، وبكت. يعني بيدفع الإنسان ثمن باهظ جدا. تضع الأم لابنتها شطيرة لتأكلها في المدرسة، وشيء آخر ليقيها انتقال مرض الإيدز، واقي تضع لها في محفظتها. قضية الزنا كشربة الماء أبدا، حتى بين الصغار، حتى بين طلاب المدارس، هذا المجتمع هناك. أما على العين، والله جنة على العين، على الشبكية، شوارع، حدائق، أبنية، نظام دقيق، على الشبكية جنة. أما إذا انتقلت إلى المخ يصبح جهنم. وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وإنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. يعني كل القيم الدينية بعيد عنها. قوة مكان العدل، القوي هو المسيطر. يعني أنت قوي، الحق إذن معك فقط، ولو سحقت الناس، ولو دمرتهم.
إذا كنت قويا فأنت هو الحق. أما عندنا في الدين الحق من وحي السماء، ولكنه يحتاج إلى قوة. بين أن يكون الحق هو القوة وبين أن يحتاج إلى قوة مسافة كبيرة جدا. الحق ما جاء به الوحي ولكنه يحتاج إلى قوة، أما عندهم الحق هو القوة فقط. وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. وإن من فتنته، دقيق، وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، خيرات، أموال، بلاد شاسعة، كلها جامعات، كلها معامل، كلها حقول، كلها بيوت رائعة جدا، كلها خضراء، كلها مطارات، كلها معاهد. يعني فإذا رضيت عن إنسان أغدقت عليه أموالا لا تعد ولا تحصى. يعني قرأت إحصاء، ما تأكله الكلاب في أمريكا لا يأكله الشعب الهندي بأكمله، 900 مليون كلاب فقط من اللحم. يعني سمعت هناك شيء لا يصدق، عملية زرع مفصل بتكلف 10,000 دولار. تجرى هذه العملية لكلب، هم يعطفون على الكلاب عطفا عجيبا ويسحقون الشعوب سحقا عجيبا. الكلب يعطفون عليه، عملية زرع مفصل من أغلى العمليات. عملية زرع سن لكلب، سن بلا سن مشكلة. أطباء نفسيون للكلاب، معه كآبة الكلب، يحتاج لطبيب نفسي. والله شاهدت مقبرة للكلاب من أجمل الحدائق، مقبرة كلاب. طبيب أسنان حدثني هناك، قال لي جاءتني مريضة في معها فطور عجيبة، لم أدع نوعا من أنواع الزراعة لهذه الجراثيم إلا وزرعتها ولم أعرف السبب. ضجرت، شددت عليها فإذا هي تعاشر كلبا، كلب تعاشر كلب في الفراش، فيبدو أنه لعابه وصل إلى فمها وأنشأ معها هذا المرض. شيء لا يصدق، شيء لا يصدق. يعني جنته نار وناره جنة. تلاقي هون ببلادنا الله يحميها، تلاقي بيوت نظيفة، في أدب، في بقية أدب، بقية حياء، بقية خوف، بقية بر للوالدين، بقية عطف، بقية مروءة. عم أقول بقايا، فضلات كلها بقايا الآن، في وشيء دفين بقايا فتات، بس حتى هذا الفتات هناك لا تجدونه. مرة طرق بابي طبيب، كان في امتحان إذا الإنسان أخذ شهادة عليا دكتوراه من بلاد الغرب ولم يحصل على ثانوية من بلاده لا يعين في سوريا، لكن نظام قديما. ثم اكتشف أنه خسرنا شبابا كثيرين، علماء كبار خسرناهم، أحدثوا شهادة اسمها ما يعادل الثانوية. إنسان يحمل دكتوراه له اختصاص نادر جدا، يعود إلى وطنه ويقوم بهذا الفحص الشكلي ليعين في الجامعة أو في. فأنا كنت أصحح أوراق اللغة العربية، طرق بيتي طبيب قال لي أنا أعمل في مانشستر في بريطانيا ولي دخل كبير جدا ولكنني أرغب أن أعود إلى بلدي. قلت له ما السبب مع أنك في بحبوحة هنا وقد لا تجد هذا في بلدك؟ قال لي أسكن في بيت في بناية في 4 طوابق أو 6 طوابق بلندن. قال لي آخر طابق بأيام الشتاء في يسكنه رجل وحده وله 5 أولاد في لندن. مات هذا الرجل الأب ولم يتفقده أحد من أبنائه من 6 أشهر، فأبواب محكمة والفصل بارد، فمضى على موته 6 أشهر دون أن يتفقده أحد أبنائه. نحن وين؟ إذا ما الابن زار أبوه وأمه كل يوم في مشكلة إن شاء كل يوم. وأن معه جنة ونارا،
الآن دققوا بما قال النبي: فناره جنة وجنته نار. كلام دقيق جدا وعميق جدا. ناره جنة، أن تبتعد عنه وأن تحافظ على دينك وعلى مبادئك وعلى قيمك وعلى طاعة ربك وعلى رضاء الله عز وجل، ولو عشت حياة خشنة فأنت في جنة. أما إذا ذهبت إلى هناك، والله في بيوت هناك يصعب أن أصفها لكم. بني البيت في مسبح دولي بمقاييس دولية، ساخن في الشتاء بارد في الصيف، ضمن البيت، يعني قصور قصور، الرخام، الحدائق، شيء لا يصدق. فناره، لكن بعد خريف العمر تشعر أن الأب هناك يكاد يتمزق، ابنه غير مسلم، ابنته غير مسلمة، يعني إذا فاجأ بنته معها صديقة بالفراش وغضب بيكون غير حضاري، همجي بيكون، إنه جاء بدعوة، هذا جاء بدعوة ويكتب تعاقد في المخفر بالقسم، تعاقد لن يعود إلى هذا الغضب، إنه غضبه إنسان همجي، دعت صديقها لينام معها، شو صار؟ وين تعيش؟ ناره جنة، كل شيء ميسر، كل شيء ميسر إلى درجة لا تصدق، بس كل شيء متعلق بالآخرة ممنوع، شهوات مستعرة. والإنسان سبحان الله بس يألف المجتمع يصير وضعه صعب جدا، ألف الحياة المادية المرفهة وضاع دينه شيئا فشيئا شيئا فشيئا، إلى أن يأتي إلى بلده الأصلي فيحتقر بلده. هذه كلمة أنا باللغة العامية، اللي بيجي من هناك بيقرف وبيقرف، وضعه لا يحتمل، كأنه أكل أكل حامضة، وتلاقي عقله غربي، قيمه غربية، هم الدنيا فقط، الآخرة كلها خارج حساباته. وأن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار. صدق النبي، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. فناره جنة لا تغتر ببيوتهم الكبيرة، وكل بيت معه مسبح وفي حديقة وكلها خضراء والأمور ميسرة إلى درجة لا تصدق، ولك كرامة كبيرة جدا هناك، يعني الإنسان محترم جدا هناك، هذا الواقع، لكن على حساب آخرته وعلى حساب أولاده. ماذا يحدث مع الأب إذا رأى ابنه ليس مسلما ولا يعبأ بدين أبيه إطلاقا ولا يكون مسلما وذريته ليست مسلمة؟ ماذا يحصل للأب وهو في خريف العمر؟ والله يأتي على من أقام هناك إلى نهاية حياته، تأتي عليه ساعة في خريف عمره ينسى فيها حليب أمه من شدة الألم، ورأيت هذا بعيني والله. أولاده كلهم، يعني حدثني أخ كريم قال لي: أنا قريبة لي توفيت في مطار بأمريكا بالمطار. قلت: كيف؟ قال: ذهبت إلى هناك لتزور ابنها. طبيعي، لابنها بنت شابة، فلما نالت درجة الثانوية، درجة الثانوية هناك العادة أن يذهب الشباب إلى ولايات أخرى ليتابعوا تعليمهم الجامعي، هكذا ألف الناس، هكذا يعني يعيش لحاله، يحقق ذاته وحده، يتحمل مسؤولية وحده. فكما هي العادة، الأب أخذ بنته إلى ولاية أخرى ودخلها جامعة وأمن لها بيت ورجع. يأتي من الشام شاب مهندس وسيم من أسرة راقية جدا، فالأب قال: والله هذا الشاب مناسب جدا لابنتي، فاتصل بها كي يقنعها أن تعود لترى هذا الشاب الذي يتمنى أن يتزوج هذه الفتاة. فاعتذرت بأن عندها امتحانات، يا بنيتي قضية مصيرية،
زوج مناسب جدا اعتذرت. قالت له بعد أسبوعين آتيك. فذهب الأب والأم والجدة، أمه جاءت تزوره، إلى المطار، فإذا بهذه الفتاة تنزل من سلم الطائرة ويدها بيد شاب. فالجدة قالت لها: يا بني من هذا الشاب؟ قال: صديقي. ولم جاء معك؟ قال: ابقى معي في غرفتي، صديقي هذا. فوقعت وأصابتها أزمة قلبية، ماتت على أثرها بأرض المطار. يبدو أنه إنسانة نشأت على طاعة الله والعفة والاستقامة والطهر، لم تحتمل أن تكون حفيدتها بهذه الأخلاق. فيا أيها الإخوة، جنته نار وناره جنة، فمن ابتلي بناره فليستعذ بالله وليقرأ فواتح سورة الكهف. فمن ابتلي بناره فليستعذ بالله وليقرأ فواتح سورة الكهف. وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، هذا فيه سحاب اصطناعي، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا يبقي لهم سائمة إلا هلكت. يعني عنده سلاح مدمر. سمعنا بالحرب البلقان ضربوا قنبلة عطلت كل الكهرباء في بوخارست، تعطلت، وغير بوخارست شو المدينة اسمها، نعم في العاصمة يعني. ممكن بقنابل النابال ما يبقى كائن حي، يعني في دائرة كبيرة جدا. لا، في قنابل جرثومية، قنابل كيماوية، قنابل ذكية تنفجر بعد الانفجار الأول، يصير في انفجار، يتجمعوا الناس في انفجار ثاني، يطيحوا بالمئات. نعم. فعلى كل، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا ظهر عليه. قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. مرة أطلعني أخ على مجلة قال شيء عجيب. أول صورة: الأرض كما هي من القمر، صورة واحدة بكاملها، صورة مألوفة صارت. على هذه الأرض مربع صغير جدا. في الصورة الثانية كبر هذا المربع، إذا هي قارة أمريكا الشمالية. على هذه الصورة مربع صغير، كبر هذا المربع، إذا هي فلوريدا. على هذه الصورة الثالثة مربع صغير، كبر هذا المربع، فإذا ساحل فلوريدا. على هذا الساحل مربع صغير، كبر هذا المربع، فإذا هو رصيف ميناء مع حديقة في فلوريدا. هناك مربع صغير كبر، فإذا شاب مستلقي على الأرض يقرأ قصة وفي يده ساعة وإلى جانبه صحن في تفاح، ويمكن أن تقرأ اسم الكتاب. هذه الصورة من الأقمار الصناعية، يعني يمكن أن يقرأ اسم الكتاب لإنسان مستلق على الأرض يقرأ قصة من الأقمار الصناعية. وظن أهلها أنهم قادرون عليها استطلاعا وتدميرا. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، والله يدعو إلى دار السلام. لا أريد أن أدخل في التفاصيل، ولكن اخترت من هذا الحديث فقرات منه كي تعلموا أن ما كل ما يقال عن الأقوياء مسعد، فقد تكون جنتهم نارا ونارهم جنة، وقد سمح الله لهم أن يفعلوا أشياء عجيبة جدا. يعني طائرة سقطت في البحر أعيدت إلى البر قطعة قطعة وركبت كما كانت، الشيء الذي يفعلونه لا يصدق. هكذا شاءت حكمة الله عز وجل أن يمنحهم قوة على كفرهم. أنا أقول لكم دائما هناك ابتلاءان من الله شديدان، أحد هذين الابتلاءين قائم الآن،
يقوي الكافر ويقويه ويقويه إلى أن يقول المؤمن أين الله؟ لا ترى إلا إنسان يكفر بكل القيم يفعل ما يريد، وكأن الناس رهن قبضته، ثم يظهر آياته إلى أن يقول الملحد لا إله إلا الله. فنحن في الامتحان الأول، يعني قطب واحد يتحكم بالعالم كله، جنته نار وناره جنة، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، وأنه لا يبقى شيء من الأرض إلا ظهر عليه. على كل ينبغي أن ننظر إلى بعينين لا بعين واحدة. ماذا نستفيد من الحديث؟ يجب أن تنظر بعينين، أن تنظر إلى الدنيا وأن تنظر إلى الآخرة. أنا وطنت نفسي من سنوات طويلة لا يمكن وازن بين شيئين، ولا بين تجارتين، ولا بين شخصين، ولا بين أمتين، إلا أن أضيف الآخرة للدنيا. يعني مطعم خمس نجوم ببيع خمر، دخله فلكي، مطعم متواضع جدا، دخل صاحبه قد لا يكفي مصروفه، طبعا بمقياس الدنيا أين هذا من هذا؟ بمقياس الآخرة هذا استقام على أمر الله وباع طعاما حلالا ونجا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، أما ذاك سوف يحاسب حسابا عسيرا. لو ضمنت الآخرة لأول مطعم والآخرة لثاني مطعم تصبح الموازنة صحيحة. لا توازن بين شيئين إلا أن تضم الآخرة للأولى، هي قاعدة. أيها الإخوة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع من هذا الحديث الشريف، حتى الإنسان يكون له رؤية ثاقبة وحكم صحيح، ألا يؤخذ بما أخذ الناس به. أيام أنا أتألم أرى صفوف طويلة جدا على السفارات، كل هؤلاء يريدون الهجرة، هذه والله هجرة في سبيل الشيطان. عش في بلد تستطيع أن تؤدي شعائر دينك ولو كان في متاعب قليلة، هذا ثمن الجنة. يعني أنت بلدك زوجتك لك. قال لي واحد في أمريكا، قال لي تزوجت أمريكية، جالس معها أول يوم، قالت له أنا عندي موعد مع رفيقي. قلت له هذا مو معقول، هذا حاضر. راح ثاني يوم موعد ثاني، رابع يوم قعدت معه، سهرت معه رابع يوم، بعدين طلقها، تزوج إنسانة دينة من بلده. قال لي وهي نايمة إلا الله يخلي لي إياكي، كلك إلي أنت. يعني عرف قيمة المرأة من بلده، زوجتك إلك، ابنك إلك، بيتك منتظم، بيتك ما في خيانة زوجية، بيتك ما في مشكلة. فما بيعرف قيمة بلادنا الإسلامية، في أذان، في مسجد، في تذكير، في درس علم، في روحانية، في أسر منضبطة، في حياء، في بقية خجل، في عمل طيب، في بذل، في تضحية. إياك أن تنظر إلى السلبيات فقط، ما تكون موضوعي أبدا، انظر للإيجابيات، يعني في مليون إيجابية نحن نعيشها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة